مشاهدي قناة شوف تي في، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر مباشرة معكم من نواحي مدينة الدار البيضاء، وبالضبط من قلب سوق الأسبوعي سبيت بنواحي العاصمة الاقتصادية. سوق الأسبوعي سبيت تيت من الليل كما كتشوفوا في هذه اللحظات رجال درك الملكي. أولا بداية نبدأ بعناصر الأمن الوطني كما كتشوفوا اللي كيسهروا على تنظيم حركة المرور، إلى جانب رجال درك الملكي والقوات المساعدة اللي بدورهم أيضا كيسهروا على تنظيم هذا السوق الأسبوعي، حتى يعني ما نشوفوش فيه واحد زحام، ما نشوفوش فيه واحد روينة، ما يكونش يعني يكون في واحد المستوى اللي هو راقي جدا. فكما كتشوفوا مجهودات مبذولة من طرفهم، من طرف عناصر الأمن الوطني، من طرف رجال الدرك الملكي، من طرف عناصر القوات المساعدة، وكذلك السلطات المحلية هنايا بالسوق بسبيت السوق الأسبوعي تيت من الليل. كما كتشوفوا في هذه اللحظات يعني هذا السوق هذا كيبقى واحد النموذج اللي هو يحتذى به بالمقارنة مع الكثير من الأسواق الأسبوعية. كنشوفوا أنه يعني السلطات الأمنية والمحلية كيكونوا حاضرين في كل اسبوع وفي كل سوق ديال سبيت. هانتوما مشاهدينا شوفوا مشكورين على هاد المجهودات هذه اللي كيقوموا بها في سبيل المواطنين. هانتوما معايا مشاهدينا شوفوا هنايا في السوق كيكون يعني كل واحد عنده يعني المكان ديالو والبلاصه ديالو الى اخره. كما كتشوفوا يعني ما كاينش واحد روينه، ما كاينش واحد زحام، المحطه ديال الطاكسيات راه هي البلايص ديال الحوايج ها هما ياك كما كتشوفوهم. يعني الدخله هذه الدخله ديال السوق، ملي كتدخل لداخل ايضا راه كنشوفوا واحد التنظيم اللي هو زوين بزاف. مشكورين على هذه المجهودات، نتمنوا هذه الفكره وهذه المبادره انها يعني تعمم على باقي يعني باقي الاسواق الاسبوعيه الاخرى. رجال القوات المساعده كينتشروا سميتو يعني منتشرين في السوق اسبوعي كامل، ما كيكونوش غير في الدخله ديال الباب وانما كيكونوا حتى في يعني في سميتو حتى في داخل السوق، يعني الداخل كيكونوا كيراقبوا كيشوفوا يعني لا تكون هناك شي اختلالات الى اخره. فإلى هنا مشاهدينا كنشكركم على حسن المتابعة، ونلقاكم إن شاء الله في بث مباشر آخر. إلى اللقاء مشاهدينا.